ايوه يا اسمع انت ما مليون، انا راسي ما يفتقع اثنين بنا ذهني من الساعه 11 او طيب لو طلعنا حتى الصبح ودي ما بقى بي مكان ما يرستن ولا منو ابو ذيب وش يقصد ترى فرحنا نومي يعني هذه نومي. انا اوطي واطلع سببك ترى كل يوم نطلع الصبح ما نرقد ما حصلنا عافيه سلك اي والله ترى انت من نعبه لنحن ورا عشان تصور وما اشلت من الصبح الا وضع مخده سنتين يا رجل انا كني بنقاي بينكم يقولون من الصبح واحنا ندور المحتوى هذا ما خلينا مكان لا نمنا ولا ارتحنا سلك بالله يا رجال بنا اوطي واطلع نحن افروف اسم مجي وجعه سيئه ما قلت بنا هاي الشيء لو كانت ما دمعت معش من يا قلبي هذا المحتوى كذا يطلب انك لازم تطلع تنزل يا رجال بنا تو انت تراني اوطي واطلع نحن ما قد بكيت رفسته انا اشوفك كل يوم في سنابك طيب ماذا بك ها ماذا بك قريت نحن ما هالشيء ما هالشيء قريت نحن محياف مليون ووجع امطار ما جوج عنده خلاص يقول عندنا حتى بالديره يعني درجات زراعيه وطار ما قد صار مثله تريت الحين خليته وقت معي سمنيه ما انت ما تسلتون بي اروح وين انا ايوه ما انت ما مر والله العظيم لو سانوي لو سانوي تريت والله العظيم والله ما راح تفهم شيء شوف هذه اجمل اللهجات بس اذا كنت تفهم انا عرفتها من كثر ما خويت صبيان خولان بن عام ونعم ونعم والله صرت افهم ايش يقولون يا اخي ماني فاهم عليهم ترى جميله يعني شيء طيب ونعم 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 فيهم يعطيكم العافيه يا شباب انا ماني فاهم كل شيء جاي نحن ما تسبحون ستقعد توي هنا ايش يقول واجبك ما تسبح جاي نحن ما تسبح يا رجل ماني فاهم ولا حاجه بس اسمع انا محمد تهش من هنا ايش يقولون اسمعت بلانوي وبره من هنا وش يقصد والله ما ادري ايش يقول ايش يقول هلا يا شيخ عادل وش اخرك يا شيخ عادل والله اني تاخرت ابغى اجمع الاغراض واروح الغرفه هذيك طيب يا شيخ الله يجزاك خير معك السجاده وحنا في الثلث الأخير من الليل وش حاب تقول للمسلمين؟ قول يا الله يا غازي يا الله أنت تحسن الظن فيني والناس يحسنون الظن فينا الله يجملني ويجملك ويجملهم بزينة الإيمان آمين يا رب آمين يا رب العالمين وش أقول لك فيه؟ أعظم وقت يحبها الله وأعظم وقت يستجيب الله فيه الدعاء ويغفر للمسلمين آمين. أنا وأنت وكل من يشوفنا آمين جزاك الله خير ما عندي الذي والله يا مرحب. تسلم هذا أطيب شيء الناس ناموا يا محمد إلا أنت وراك ولا احد يبغى له كذا بعد الشتم طيب 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 ابى اسالك سؤال وش اصعب اللحظات اللي مرت على محمد في حياته والله ما في الا اول ما يطلع بالي اللحظه اللي فقدت فيها امي يعني هذه اصعب لحظه الله يسكنها فسيح جناته ويفتح لها فتح مبي لا زلت اتخيل الخبر ذا اصدق واكذب للحين شوف صار لها سنه واربع شهور بس انها حاجه هي اصلا بتصير على كل واحد وعلى مثرنا فيها انها بتصير لكن وش وش الذكريات اللي ما زالت عالقة في بالك عن أمك الله يرحمها الله يرحمها والله يا أبو ربيع يعني هي تخاف بدل ما تخاف على نفسها تخاف علي حاجة عجيبة لأم الصدق الله يرحمها رحمة واسعة يا محمد الله يرحمها جلبي يا أبو ربيع دائما كل شيء فيه خير أمي يرحمها كانت توصينا بأشياء تذكرها هذا الحين كنت أعرف أنها صح ذاك الوقت بس ما كنت أتمعن فيها زين أحس أني وحيد بدونها فعلاً الله يخلي لي أبوي وإخواني ويخليكم لي أنت وأخوياي بعد آمين. بس تحس أنك لحالك ما كان أحد بيفرحك زيها أحد بيشارك كل شيء زيها فتذكر حاجة كانت تسويها تقول يا ولدي لا تزعل الناس ترى الدنيا ما هي مستاهلة يوم دفناها حتى عماتي خالاتي متى دفنتوها يا محمد؟ توفت على الفطور 16 رمضان وفي مطر في الرياض ويوم دفناها فيها المطر يضرب ثلاثة رمضان هذا؟ رمضان مو هذا اللي قبله أه. فكانوا الناس يقولون ما شاء الله تكون على فاطمة أطيب خلق الله اللي ما عمرها زعلت أحد عرفت قيمة كلامها أن الدنيا ما تستاهل أنك تتخاصم مع أحد ولا تدخل في مشاحنات مع أحد ولا فالله يجعلها في الجنة رحمة الأبرار أموات المسلمين يا رب آمين يا رب شوف يا غازي كل واحد يحس نفسه أنه أكثر واحد يحبونه كنت متعلق بأمي جدا لدرجة أن أول عمل سويته في حياتي شيرة عن الأم والله العظيم أني جبت فلوس الشيلة جمعتها من مكافأة الجامعة ثلاث شهور لين جمعت المبلغ اي والله احبها والعمر يفداها تمر على راسي وتمر على دمي الجنه الله خلقها تحت مطاها هذه امي عساني فدوه لامي امي غالى الدنيا ولو فيه غالين يلا عساني بالعمر مع دمها الله يجعلها في الجنة ويرحمها آمين الله يسكنها فسيح جناتي يا محمد يجزاك يجمعك فيها في الفردوس الأعلى يا كريم يا كريم
ايش بك تعبان يا مخلد؟ مشتاق لامي يا ابو عمر، مشتاق لاولادي، مشتاق لابوي، مشتاق لاهلي. وانت ايش حدك على السناب محتوى؟ المحتوى هذا ابو الزفت تعبني يا اخي. بنجيم، ساحر، فنادق، ايجارات. لازم تسوي قصه جديده ومعك 5 سنابين في السياره كلهم يسوون قصه. وش وش منين بتجيبون كلام؟ يعني هذا يقفل، هذا يفك، هذا يقفل. خلاص انا صار مخي قفل. اسمع وبعد ولا وفوق كذا ما تروح فندق. اهم شيء عند غازي فيها اشجار. النوم مقطعني يا اخي. حد عندك كريم نوم يرسل يا جماعه.